واحد من نجوم المباراة من دون أي منازع إسماعيل أحمد. إسماعيل اسم الله عليك، يعني دبل دبل عم تكون موجود بكل شيء بأرض الملعب. قديه مهم اليوم المباراة اللي فزتوا فيه على فريق الحكمة، وخاصة عذبكم كثير اليوم الحكمة لتقدروا تفوزوا عليه بغزير. ما في شك إنه الحكمة حتى لو بيمر بأزمة أو عنده مشاكل فهو صير على أرضه فريق قوي، مش من هين أنت تربح عليه غير لما تبقى كثير فوكسنج على الديفنس. يمكن حضرت اول كوارتر حط تقريبا 5-3 بوينتس ورا بعض قدر يحط 24 نقطه بالكوارتر الاولاني، صحيح. لو 25 ضلوا كمان لو ضلوا بهيدا الريدم تيمبو بالضبط كنا خسرنا فرق 20 اكيد، بس كنا كثير رجعنا على الديفنس، فوكسنج على الديفنس، وقفنا لهم الكيس تبعهم رغم انه حطوا شوي فلتوا في بعض الوقت، بس بهيدا الديفنس قدرنا ان احنا نخلص الجيم ب يعني 67 نقطه مع انه عامله 25 باول كوارتر، يعني نزلتوني يعني كثير يعني بالضبط حاطين 42 نقطه بثلاثه كوارتر، وهيدا هو الشيء انه عم العب الحكمه بدك تلعب ديفنس وتاخد الليد بيبقى ضغط الجمهور عليهم. جود جيم للحكمه والحمد لله نحن ربحنا. وين بتشوف فريق هومنت من بعد مباراتين؟ عم تشوف الفريق عم يكون بلش الكاركتر يبين، يعني عم تشوف الديفنس، عم تشوف الفاست بريك، وانت بتمتاز بهالشيء، يعني تمريراتك الطويله والسيطره بالريباوندز. وين شايف فريق هومنت؟ وين صرتوا تقريبا هلا برايك؟ بعدنا يعني بعدنا انا وجهه نظري بعدنا 40% من الكيمستري تبعنا. في لعيبه لو لقيتها على المستوى الشخصي بتادي، بس بعد كيمستري مع بعض هو ده المطلوب، لان احنا كتيم بدك تربح كتيم، ما فيك تعتمد على شخص يربحك بطوله. وهيدا الهدف تبع الكوتش تبع الفريق كله، احنا نبقى الكيمستري تركب مع بعض. 40% بعد الفريق كله متغير، سواء ثلاث اجانب او انا او اللاعبين الباقيين مش لاعبين مع بعض قبل، هيدا يمكن ربع جيم لان كفريق كامل مع بعض. بعتقد ان شاء الله جيم عن جيم بيفرق، بالاخص هلا رايحين على بطوله عربيه. هيدا بدي اسالك عنها، شو رايك بالبطوله العربيه؟ قد في حظوظ للفريق اللبناني بالبطوله العربيه اللي رح تصير بالمغرب؟ انا يعني فيها حظوظ بعتقد، بس لو احنا اثنين اجانب كثير صعبه، لانه اللبنانيين اكيد على عيني وراسي اللي معي كثير مناح، بس الروتيشن كثير قليله، فاهم قصدي؟ بدك يبقى عندك عدد على البنش تقدر تربح بطوله مثل بطوله عربيه. فيها فرق من المغرب والجزائر ومن مصر بيلعبوا كتير اجريسيف، فمعرض لحيالله وقت يبقى عندك فاول ترابل، يبقى عندك اصابات، صحيح. لو ما عندك روتيشن كتير قوية على البنش تبعولك بعتقد كتير حظوظك صعب انك تربح بالذات في المغرب مع سلة. بتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى كتير فوكسنج، بدنا الدورة العربية اول شيء كمس لبنان، تاني شيء للهوم نتمن. الله يوفقنا، ودعوات كل اللبنانيين. انا بدي اشكرك اسماعيل.